إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سلام. وقال الإمام الحبيب محمد بن عبد الله بن سعد بن يوسف العلوي رضي الله تعالى عنه في كتابه إيضاح أسرار علوم المقربين إلى أنقاذ: ثم ليدرب هذا العبد نفسه على التفكر وإكمال قلبه تنزها في عجائب الملكوت، وليدرب بالتفكر في آلاء الله تعالى، وليعتبر بما يشاهد من باطنه من حسن مصنوعات الرب تعالى واللطف في حكمه، وليكن معوله على باطنه، فليجعل جل علمه بقلبه اعتبارا وتفكرا، ولا ينبغي لك ان يجعل افكاره مهملا. سيدنا علي بن ابي طالب كرم الله وجهه انه قال: الفكر في غير حكمه هوس، هذا هو حال اصحاب الحق تعالى فاعلم. ثم ليكثر العبد الذي قد استقام باطنه من الاعمال الظاهره حينئذ صلاه وصياما وقراءه وذكرا، ولتكن اعماله كلها منوطه بقلبه، لان الاعمال الظاهره كالفروع ما لم تكن مرتبطه باصولها دعوت لانقطاع مدادها من الاصول، لان الفروع لا تثبت الا باتصالها بالاصول، كذا اعمال العباده ما لم تكن ممتده من القلوب تراها كالغصن اليابس لا نظارة فيه ولا رونق عليه، فانتبه لهذه الأمور الغامضة وحسن أعمالك بما قد بينا لك من هذه العلوم، والله تعالى الموافق ومنه المعمول. وكل تخبيط يقول الناس في سلوكهم من جهة إهمالهم لهذا الترتيب، فكيف يقبل العبد إذا أقبل على ربه تعالى بباطن دنس مملوء من الأخلاق الرديئة؟ أفيطمع هذا العبد أن يترقى به الحال؟ هذا مستبعد جدا، بل هذا العبد إلى الانحطاط أقرب وإن دأب في العمل. وإذا رتب أعماله كما ذكرنا رأى الزيادة وانفتحت الطريق بين يديه، فهذه الاستقامة قد بيناها لك فاعرفها، وهي قد تكون لأقوام مخلوقة في جبلاتهم لشدة عناية المولى تعالى بهم، وتكون على قوم صعبة فيحتاجون يجاهدون ويتعبون ليصلوا إليها وليقربوها. فهؤلاء الذين تكون الاستقامة لهم جبلة هم الأخيار أصحاب الأخلاق الحسنة والخيرية الظاهرة، فوجه أحدهم يشهد بما يجنه ضميره من الخير وحسن الأخلاق، فهؤلاء هم الذين قد اتنا بهم مولاهم حين خلقهم عناية خاصة فجعل جبلتهم صريحة، فهم بخلقهم يميلون إلى الخيرات وينفرون من الشرور، طبعا طبعهم عليه مولاهم اعتناء بهم وسعادة لهم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فهؤلاء أهل سلامة الصدور وهم المعنيون بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد دخل الجنة أقوام بغير أعمال، قيل من هم وبما دخلوها؟ قال: بسخاوة الأنفس وسلامة الصدور. وقد قوله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهؤلاء السعداء هم الذين توفرت اسمهم من النور الذي رش الله تعالى على خلقه حين خلقهم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله خلق الخلق في ظلمة ثم أخذ نورا من نوره فرش عليهم، فمن أصابه من ذلك النور شيء اهتدى، ومن أخطأه ضل وغوى. والدت هؤلاء من الخليقة قوم من الأشقياء، قد مقطهم مولاهم حين خلقهم، فوضع خلقهم على الميل الى الشرور، وقضى عليهم بالدخول فيما يسعدهم من اضاعه اعمارهم في المعاصي وظلم الخليقه، وقهر المستضعفين ونزع الرحمه من قلوبهم. هؤلاء الاشقياء بالحقيقه، ولو درى هؤلاء المساكين ما المراد منهم وكيف حالهم في معادهم لناحوا على انفسهم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام، الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى جعل ميزان كل شخص بيده، فالإنسان يعرف قدره عند ربه بما لله عنده من مراقبة وخشية،
ويعرف قدره عند نبيه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بما للنبي محمد من محبة، وله عنده من محبة اتباع له في أفعاله وأقواله وسنته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكل إنسان يلح على وجهه ما بطن في قلبه، ويفهم ذلك من لهم علم بلغة العيون، فإن العين إذا وقعت في العين تتكلم العين، فإذا وقعت عينك على شخص لك في قلبه محبة تعرفه من عينه، في قلبه صفاء تعرفه من عينه، تلوح على سرة وجه الإنسان. وبالعكس، إن كان يضمر لك الجفاء أو البغضاء، فإن وإن دار وداهن وأظهر المحبة فإنه يظهر ذلك عليه. وقد يظهر بعض التصرفات في أفعاله وأقواله، وكذا وإن أخفى ذلك في أفعاله وأقواله فيظهر ذلك على أسرة وجهه. فإذا وقعت العين على العين علمت ما تضمر في باطن من خفيات القلب. فالإنسان مهما كان عنده من حالة طيبة بينه وبين الله فإنها تظهر على أسرة وجهه، وإن أضمر شيئا بخلاف ذلك، أظهر الطاعة وأضمر المعصية، فإنها تظهر أيضا على أسرة وجهه. فيا إنسان العاقل المؤمن الحريص على دينه، هو الذي يحاول قدر إمكانه أن تكون سريرته خير من علانيته، فإن لم يستطع فلا أقل من أن تكون سريرته مثل علانيته، حتى يكون له سلوك صحيح إلى ملك الملوك سبحانه وتعالى، واتباع صحيح إلى سيد الصالحين المحمودين عند رب العالمين محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن الإنسان إذا وضب على طاعة الله سبحانه وتعالى واستقام عليها أدرك في باطنه لذة للعبادة، وإن كان في بدايته قد تكلف وصبر على ذلك، فإن الصبر لا بد منه بالسلوك، وهو إرغام النفس على ما تكره. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هنا إذن تسلك طريق أهل الفلاح فتكون من المفلحين المحبوبين عند رب العالمين، فإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، فلا بد من الاستقامة. يظهر أثر الأوراد بالاستقامة عليها، يظهر أثر نور العبادة بالاستقامة عليها. أما إنسان تلوح له اللائحة في ليلة يقوم بالليل، وفي بقية الليل والليالي عديدة ما يقوم، في يوم يقرأ أوراده وفي أيام يهملها، ما في استقامة هنا. فلا بد من الاستقامة، فإنها أعظم كرامة كما قيل. فلهذا يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: واعبد ربك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يعني إلزم طاعة الله حتى يأتيك اليقين. قال أهل التفسير: حتى الممات. وقال ساداتنا الصوفية من التفسير الإشاري في هذه الآية: حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك الفتح من الله سبحانه وتعالى، فينشرح قلبك وينفسح صدرك بنور متصل بنور النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فحينئذ ترغب إلى دار الخلود وتزهد في دار الغرور، فيجتمع شملك بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فتقتدي به في الأقوال والأفعال. لكن ما دام عاد قلبك إلا مشغول بأهل الضلال ما يأتيك فتح من الله، لا في القرآن ولا في شيء. لكن
إذا اجتمع شملك بشمل النبي محمد صلى الله عليه وسلم هنا يصلح لك الفتح من الفتاح سبحانه وتعالى بواسط الحبيب المحبوب سيد الملاح محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قد يستقيم الإنسان على الطاعة، ظاهره الطهارة ما شاء الله، في تلاوة القرآن يحب حضور مجالس صلوات، يحب حضور مجالس الخير، اعتكاف في المسجد، لكنه قد يبتلى بأمراض في قلبه خبيثة، أو معتكف في المسجد أو حاضر مجلس علم أو حاضر مجلس خير، لكن قلبه فيه كبر، فيه حسد، فيه بغض أو رياء والعياذ بالله، فهذه نجاسة باطنة، ظاهره في الطهارة لكن باطنه في النجاسة. ماذا على ذلك؟ يتفقد نفسه، يستمر في الطاعة ولا يقطعها لكن يشهد نقصه، فيتنبه لعيبه ويسعى في إصلاح عيبه ونقصه. إن كان فيه كبر يشهد أنه ليس له فضل على أحد ولا أنه أفضل من أحد، إن كان يضمر لأحد الحقد أو الحسد فيجتهد في الدعاء له في ظهر الغيب حتى يخرج ذلك الحقد من قلبه والحسد. بعد ذلك، لأن الطاعة تثمر، العبادة تثمر بالخير، تثمر بالنور مع طهارة القلب إذا كان القلب طاهر. أما عبادة كثير والقلب ملطخ بالقاذورات من حقد وحسد وبغض ورياء والعياذ بالله وعجب، ما يستفيد به ولا تثمر له طاعة ولا تثمر له عبادة إلا بعد تصفية هذه القاذورات من القلب، حينئذ يقبل على العبادة فقليل منها يثمر ثمرة كبيرة جم مع صفاء الباطن. نعم، فيقبل على العبادة لله سبحانه وتعالى. نعم، فلهذا أمر الله سبحانه وتعالى عندما دعا سيدنا موسى وسيدنا هارون، دعوا ربهما وقال قد أجيبت دعوتهما فاستقيما، ما قال ناما، خلاص أنت على خير، رأيت رؤيا صالحة، ليس معنى خلاص أنا كنا من الصالحين تتوانى في أعمال الخير وأعمال البر، لا، الرؤيا الصالحة هذه عدها لا تزيدك تشمير وخوف من الله وتقوى لله، ولا تغرك، رأيت رؤيا صالحة قطعتك عن الله، عدم الرؤيا أفضل صار، رب رؤية صالحة قطعتك عن الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنك اغتررت بها وتوقفت عندها وظننت نفسك أنك من الصالحين وأنك من الواصلين وأنت من المقطوعين، لأن قطعتك هذه الرؤية عن الله. لا، الله أوحى لنبيه موسى ونبيه هارون قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون. استأمرهم بالاستقامة، إجابة الدعوة كرامة، لكن الاستقامة هي أعظم الكرامات، الاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى. قد أجيبت دعوتكما، من الضمير تذهب يعود على من؟ سيدنا موسى وسيدنا هارون، فاستقيما ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون. يخاطب من؟ يخاطب نبيين موسى وهارون، ويخاطب حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم فيقول له استقيم كما أمرت، وهو سيد المستقيمين وسيد الطائعين وسيد العابدين وسيد المحبوبين عند رب العالمين محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلا بد من الاستقامة للثمرة، فإنك لا تجد ثمرة الأوراد وثمرة الطاعات إلا بالثبات والاستقامة على ذلك. فحينئذ حتى لو كان فيك خلق ذميم تجاهد نفسك عليه حتى تتحلى بالضد من ذلك، حتى تتحلى بعكسه فيصير خلقا لك، فحينئذ تكون قد تخلصت. فاجتهد
ثم تفقد نفسك، هل فيك خلق آخر سيء تجتهد في إخراجه من باطنك وتتحلى بضده؟ وهكذا هذه هي التخلية وهذه التحلية. إن وفقت لشيخ يرشدك لذلك وإلا فقم أنت بذلك. بماذا؟ بتلمح وتفقد حالك. ما حال بيكون أشفق على نفسك من نفسك. فإذا أنت أهملت نفسك فغيرك بيهملك. فأول خطوة لمساعدة نفسك هي تكون منك أنت تحب، فإن الرضا بالنقص هو أعظم نقص والعياذ بالله. أن تعلم بنقص فيك وترضى به هذا أعظم نقص. أن تعلم بالعيب فيك ثم تسكت عنه وتتغافل عنه ولا تهتم بإصلاحه هذا أعظم عيب وأعظم نقص. فلا يكون ذلك التصرف إلا من أحمق، يعلم بعيبه ونقصه ثم بعد ذلك يغطيه بالسليمود حتى ما يراه هو ولا يراه غيره، يستره عن الناس. لا، اكشف السليمود عنه، ارفعه مشان يظهر لك. فإن استطعت تغييره وإلا استعن بأحد من أهل التقوى وأهل الخير ليغير عنك ذلك الخلق السيء وتتحلى بضده أوتوماتيك. إذا تخليت عن السيء تحليت بالحسن أوتوماتيك بضده، بضد ذلك الخلق. فالله يحلينا ويخلينا، يخلينا عن كل شيء ويحلينا بكل زين، ويجعلنا وإياكم قرة عين للنبي محمد سيد الكونين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. التوسط في كل شيء محمود، في الأخلاق التوسط محمودة، فالإفراط والتفريط خلقان مذمومان. فمثال الكرم محمود، أن ينزل عن درجته إلى البخل مذموم، أو يزيد حتى يبلغ درجة الإسراف والتبذير مذموم. ولا تغلو واقتصد فكلا طرفي قصد الأمور ذميم. فالوسط هو خير الأمور، الإفراط مذموم والتفريط مذموم، فالتبذير والإسراف مذمومان. التبذير وضع الشيء في غير محله، والإسراف وضعه في محله مع زيادة مذموم، والبخل التقدير مذموم. إيش الأحسن؟ الوسط، وهو السخاء والكرم. التواضع محمود لكن لا يبلغ إلى درجة الذلة والمهانة، هذا ما هو تواضع، ما هو تواضع هذا. ولا يبلغ درجة التعزز والكبر، هذا مذموم. فلا درجة الكبر مذمومة ودرجة الذلة والمهانة مذمومة. أي المحمود التواضع في الوسط، وهو خلق في القلب، بأن لا ترى لنفسك فضلا على أحد ولا أنك أفضل من أحد، هذا تواضع. وليس تمسك السبحة تأتي 100 مرة أنا متواضع أنا متواضع أنا متواضع تصير متواضع. لا، ربما قال ذلك متكبر ليوهم الناس أنه من المتواضعين. لا، التواضع خلق في القلب تبرهنه الأفعال والأقوال. فاللين محمود، اللين تعامل باللين زين، لكن أن تنزل إلى درجة الضعف مذموم، لأنك نقصت حتى بيعتقد الناس أنك ضعيف وبيتهاونون بك في الأمور كلها. ولا تزيد حتى تبلغ درجة التكبر والعنف والشدة، فذاك مذموم، فلا ينبغي ذلك. فالمؤمن كما وصف به سيدنا عمر وأصحاب النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، المؤمن لين هين كما وصف به سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه في وصفه، قيل أنه القوي من غير عنف، اللين من غير ضعف. فهذه هي صفات الرجولة، صفات الكمال. وهكذا ربى النبي محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه، تخرجوا من مدرسة النبي محمد على هذه الأخلاق الكريمة. ما هو يخرج من المعهد أو من المدرسة وهو في نفسه كبر وفي نفسه عجب
إذا خرجت من المعهد وفيك سفعة من الشيطان ومسحة من مسحات الشيطان، لا فايدة يتعلمك هذا. يخرج وهو يظن الناس أن الناس دونه، وربما احتقر البعض، ربما استهزأ بالبعض. إذا أعطوك شهادة التخرج مع شهادة الغرور، مع شهادة أنك عبد ممقوت عند الله، لأن من اتصف بهذه الصفات فعلم علم اليقين أنه عبد مبغوت، مبغوض، مطرود من رحمة الله والعياذ بالله. ليه؟ لأنه اتصف بكبر، اتصف بعجب، اتصف برياء، اتصف بحقد، اتصف بحسد. الشهادة ايش هذه؟ فلهذا الآن نرى كثير من يتعلم لكن ثمرة العلم ما أدركناها، لأنها ما اهتمينا بالفقه الآخر، اهتمينا بالفقه الظاهر ولا اهتمينا بالفقه الباطن. فقه يطهر الباطن عن هذه النجاسات الخبيثة التي إذا دخلت القلب حجبت ارتفاع الأعمال للمولى سبحانه وتعالى، حجبت النور ما يدخل في قلبك. ليه؟ لأن النور لا يدخل إلا في القلوب الصافية. القلوب المظلمة التي ما تطهرت عن هذه النجاسات، عن هذه الخلق المذموم، ما يدخلها النور حتى تتصفى البواطن. فإذا صفيت البواطن فحينئذ يدخل النور. كأنت في كيناء قدر، لو جيت لأحد بتقول اسكب لي في اللبن في هذا الإناء، يقول يا أخي أنت مجنون، إذا رضيت أنا ما أرضى، روح غسل هذا الإناء ثم تعال أطرح لك لبن بوتي صافي، لبن خالص سائغ للشاربين. لو جيت بإناء وسخ أي إنسان لا تطرح لبن، يا أخي أنت أبله وغبي، ترضى بهذا؟ إذا رضيت أنا ما أرضى، هذا في لبن، فما بالك إلا بالنور العظيم الذي ليس له ثمن ولا يقابل بثمن. إيش هذا؟ هذا نور متصل بنور النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا يثمن بالأثمان، لا يوضع إلا في قلوب صافية ونقية، ولا يلقاها إلا ذو قلب سليم، أي صافي لا يضمر لأحد حقد ولا حسد ولا بغض، بل يسعى في منفعة كل أحد ويخلص النصيحة لكل أحد، لمن أحبه ولمن لا يحبهم. بعض الناس لا ينصح لمن أحبه، ولمن لا يحبه علبوه. فلو شاورك عدوك واجب عليك أن تخلص النصيحة له، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول المستشار مؤتمن، واجب عليك ذلك. وهكذا ينبغي للعبد أن يكون على حد الوسط. فبعض الأخلاق طيبة لكن إذا زادت صارت معدها مذمومة، وإن نقصت صارت مذمومة، وهكذا. فعزة النفس مطلوبة لكن لا تبلغ درجة الكبر، التواضع مطلوب لكن لا يبلغ درجة الذلة والمهانة، اللين مطلوب لكن ما يبلغ بذلك حتى يستهين بك الناس ويلعب بك الصبيان والنسوان وتظن نفسك من أهل اللين. الرحمة مطلوبة لكن لا تبلغ لدرجة الضعف والمهانة. فكل هذه أخلاق لا بد أن نضعها في محلها. ألا هذا معنى قول ساداتنا الصوفية، أن تضع الأخلاق في محلها، هذا هو معنى محلها. كل شيء إذا استعملت اللين في غير محله فقد أخطأت، استعملت الشدة في غير محلها أخطأت. هذا الولد يستمع بالكلام وينتفع معه النصيحة، تكلمه باللين، يا ولد تفعل كذا كذا، لا تفعل كذا، هذا لأنه ولد كريم، لكن نصحته ماشي فائدة، ثانيا ماشي فائدة، هذا ما جفيت، عرفت أن هذا الولد لئيم أو هذا الشخص لئيم ليس من الكرام، حين تستعمل على العنف والشدة رحمة له. وهكذا الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، من؟ الله رأى عباده
قد بقوا وفسدوا في هذا الزمان، فصارت بيوت خاصة للربا وبيوت للزنا وبيوت للخمر وبيوت للمعاصي. فأراد الله من محبته في عباده أراد تأديبهم، فأرسل إليهم فيروس سمي بكوفيد سنبلان بلس حتى يعتبروا حتى يرجعوا. وهذه رحمة من الجبار سبحانه وتعالى. ليه كان من فهم الرحمة هذه؟ من فهم مقصود المولى من هذا الادكار حتى نعتبر وندكر ونرجع إلى الله؟ هذا مقصود كورونا سنبلان بلس 19 كوفيد، هذا المقصود منه. ما هو هكذا متى بيذهب هذا البلاء؟ متى هذا؟ حتى نرجع إلى الله ونرجع ونقر بذنبنا وبتقصيرنا، ثم بعد ذلك نؤوب ونتوب ونستغفر الله ونرجع إلى الله، يرفع الله عنا البليات وتتحول تلك البليات والأذيات إلى كرامات ورحمات وفيوضات من رب البريات سبحانه وتعالى. فالله يحول الحال، حالنا وحالكم وحال أمة الإسلامية جمعة لأحسن حال يا رب العالمين. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا أولادنا أحبابنا إلى أحسن حال بحولك وقوتك يا الله يا كبير يا عزيز يا متعال بحولك وقوتك. خلينا عن سيء الفعال وحلم زين الخصال يا ذا النوال يا الله يا حي يا قيوم بجاه نبيك محمد مولى بلال. احفظنا من احوال الجهال وسوء الفعال، وخلينا عن كل خلق اهلا بكل خلق حميد كريم بجاه نبيك محمد الرؤوف الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحه والى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ضالين امين. ربنا تقبلنا وتب علينا واغفر لنا يا الله يا كريم. والمحبين والحاضرين رحمه من عندك تغني في عمن سواك، وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.